مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف نقرأ البطاقة. نبدأ الآن بالجملة المحورية وهي حب وعطاء وحنان وهناء. إذن وهي حب وعطاء وحنان وهناء. الآن تحت أسهم و منفصلة 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 وي منفصلة. نأتي الآن إلى الصفحة الثانية. أقرأ الصورة والكلام تحتها. الرسم الأول، نرى هنا وسام أو مروان. إذن هذا الصبي اسمه مروان، يحمل باقة من الورود. لنقرأ الجملة تحت هذا الرسم. حمال تتألف من ح وما ولا. حمال. مروان مروان مروان. ورود ورود. والدي نقطة. إذن لنقرأ من جديد. حمال مروان ورود والدي نقطة. إلى اللقاء.